وزي ما اتفقنا ورسالتنا في رمضان ازاي نتعلم الحكمة في الابتلاءات المختلفة اللي ذكرت في القرآن الكريم وازاي نحقق المنحة من المحنة في حياتنا. يوم جديد من أيام الشهر الكريم والنهاردة العاشر من رمضان، يوم العزة والكرامة، يوم محفور في قلوب المصريين. سبحان الله، في عز الحزن تلاقي الفرح، وفي قلب الموت تلاقي حياة. مهما اتكلمنا عن الابتلاءات، هل في ابتلاء أصعب من الموت وفقدان الحبايب؟ حتى ده بقى هين قدام رجال بلادي اللي شالوا سلاحهم وروحهم على كتافهم وكفوفهم فدا أوطانهم. شفتوا المجند ما خافش من الموت ولا النار وتفحم وهو ماسك سلاحه واختار الشهادة. شفتوا الجنازات اللي اتقلبت أفراح وفرح كبير. شفتوا الأمهات وهي بتزف ولادها الشهداء بالزغاريت. مش قلنا الرحمة في قلب الابتلاء؟ ربنا بيطبطب على قلب الأمهات وبيقول لهم ابنك سبقك على الجنة يمه الشهيد. قال صلى الله عليه وآله وسلم للشهيد عند الله سبع خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوت منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. وعلشان رسالتنا الشكر عادة، رسالة شكر وتقدير وعرفان لشهداء الوطن، تحية كل التحية لخير أجناد الأرض من القلب. شكراً.